اهلا بكم بالحلقه الاولى من البرنامج الجديد. طبعا سياسه البرنامج انه راح ننزل يوم الاحد ويوم الربوع، يوم الاحد للراب الاجنبي ويوم الربوع للهيب هوب العربي. الحلقه دي بنتكلم عن اكثر البيفات المثيره للجدل في الراب الاجنبي، ونبداها بالبيف بين دريك وبين بوشا تي. من اسباب شهره هذا البيف انه دريك في اعلى فتره نشاط وانهزم في البيف ضد بوشا تي. وطبعا دريك السنه الماضيه دخل بيف مع ميكميل، وطبعا كل الناس بدات تشمت على ميكميل انه انهزم في البيف وصارت هروج كثيره، وميكميل بعدين كمان صار له قضيه وانسجن. فدريك طالع قدام الجيل الجديد انه انسان مره قوي، فجاه يجيك بوشا تي ويلخبط كل اوراق دريك، وهذا الشيء اللي خلى البيف مره ينشهر. بوشا تي مره استفاد ورجعت شهرته ورجعت ارقامه، وبعده نزل البوم والالبوم صار ناجح. بدايه البيف كانت بين بوشا تي وبين للوين. للوين قلد استايل بوشا تي وشاف بوشا تي انه هذا كلام انه السخريه له. فطبعا زي ما نعرف انه دريك صاحب مين؟ صاحب للوين. في حفله من الحفلات دريك كان لابس جاكيت من جلد الذئاب اعتقد، وجاء بوشا تي قال له انه هذا الجاكيت ما يلبسه الخراف. فهنا بدات المشاكل بين دريك وبين بوشا تي. ساله دريك في مقابله في اذاعه اذا يشوف انه بوشا تي قاعد ينغص فيه ليش هو ما بيرد، فهو قال انه انا ما اشوف النغزات هذه دسات صريحه. فبوشا تي جاء سوى له بوم دس صريح في 2012 اكسيدنس 23. وكان الديس يقول انه دريك تابع للوين. جاء دريك في 2013 وقال انه للوين خويه وساعده في مسيرته وهيك هيك هيك كلام كثير. لكن بوشا تي قال له والله ما اسيبك. في 2016 بوشا تي ديس جديد اتش جي تي في بين كوك ستيك اب اون ذس جريل مي ماي سيلف اند اي وي لايك ا هامستر ان ذا ويل روز امبلم بلاك فيرجينيان. بعد اسبوع جاله رد من دريك وكثير رشحه انه دريك فاز على بوشا تي وخلاص وانتهت هذه المشكله. I won't say nothing. Can feel my hand getting tired from holding the grudges. Two birds, one stone, my aim is amazing. I need to start losing my shit on you niggas that's hating. وكل الجمهور قال انه اوكي دريك هو اللي فاز على مين؟ على بوشا تي. وطبعا برضه بوشا تي قال له ماني سابق. ينزل له صريح في 2018 وبعده تقريبا بكم يوم ينزل دريك فريستايل رد ويقفل كل البنشات. Know the college kids for Nike and Mercedes, but you act like you sold drugs for Escobar in the 80s. I had a microphone of yours, but then the signature faded. I think that pretty much resembles what's been happening lately. وبرضه الناس قالوا ايش؟ دريك هو اللي فاز، لكن بوشا تي قال له والله ماني سابق مره ثانيه. وينزل الديس الاقوى في البيف اللي هو ذا ستوري اوف ادنان. Drop my fiance, let him know who you chose is your Beyonce. Sophie knows better as your baby mother. Cleaned her up for IG, but the stench is on her. وكان صوره التراك هذه الصوره اللي خلت اغلب الخوال في امريكا او اغلب اصحاب البشره السوداء يكرهوا دريك، يقولوا انه اوكي انت فيك، انت ما كنت تساعد الخوال، انت اصلا ما انت خال. وبدوا يقولوا اوكي هذا اصلا امه كنديه، ما انت خال، مع السلامه. وبدات المشاكل تتوالى على دريك لانه برضه في نفس الدس قال انه عنده ابن غير شرعي، وبداوا الناس يطالبوا هل انت عندك ابن غير شرعي؟ اعترف نحن نعرف. وصاروا يجيبوا صور ناس يقولوا انه اوكي من هذه الفتاه، من هذه الممثله الاباحيه. ودريك دخل كده معمع مره كبيره، فالناس انقسموا لقسمين وبوشا تي صار الكفه الانجح. البيف الثاني تقريبا هو البيف الامتع والبيف اللي فيه له فلوات كثير وفيه له ردود سريعه مره، اللي كان بين جونيور لوكاس وبين توري لانس. طبعا البيف كان فيه له فلوات مره كثيره وسرعه الردود. بدا البيف من بث الانستغرام لتوري لانس، وللمعلوميه توري لانس ما هو مغني راب، مغني ار ام بي. توري لانس نزل اول ديس لك يو فريستايل على جونيور.
I'ma do 3 in a week. I got a G to receipt. He did a double off stitching his dad and eventually be in the seat. I got my D in a freak. I got a B in repeat. وجرب في اقل من يوم على اغنيه قديمه لميك ميل وتوري لانس. Fuck is you thinking? Way too much weed. What the fuck is you drinking? I brought the tsunami. You fuckers are sinking. I'm glad that you came. Leave all that lyrical shit up to me. I'm a savage that bang. Bring all your products. كثير من الجمهور بدأ يلتفت للبيف لسرعة الرد. يعني تخيل ديس فجأة كده بكم ساعة رد على الديس. وعشان فارق الوقت القليل الجمهور بدأ يتحمس معاهم في البيف. وبعد يجي الرد بسرعة بأغنية. وبعد ينزل الديس الرابع زي زي فريستايل 10 years in the game but your ass still sitting on the fucking bleachers boy you just another diva heard your grandmama kick you out the house screaming Tory we don't fucking need you why your daddy وتكون الكفة متساوية والجمهور يقول انه البيف هذا بيف عادل انه كل الطرفين لعبوا فلوات حلوة كل الطرفين عندهم بس فلوات حلوة فصنفوا الجمهور انه امتع بيف 2018 لانه سريع وفيه فلوات كثيرة وبين رابر وبين مؤدي ار ام بي بعض الاشاعات تقول انه البيف اصلا مصطنع لانه قاعدين يردوا بسرعة وفلوات كده سريعة فكثير من الناس قالوا اوكي هدول اصلا فيك فاهم لكن كثير من الناس حبت البيف بينهم وادت الريسبكت للطرفين lame ass jit shit I ain't worried about none of you old heads I ain't with none of that lyrical shit I just be having fun with what I do streets don't fuck with you you pitchfork rappers chosen by the white man you hip store rappers I reload the clip then I hit more rappers with قبل ما ندخل على البيف الاشهر في الساحه الاجنبيه اللي انت وانا كلنا نعرف شو هو البيف خلينا نتكلم عن بعض المشاكل الجانبيه اللي برضو صارت في 2018 زي المشكله بين نيكي ميناج وكاردي بي انه متقابل في عرض الازياء وزي ما نعرف انه كاردي بي رمت الكعب على نيكي ميناج وصارت مضارب بينهم وصاحب نيكي ميناج اعطت بوكس لكاردي بي وكاردي بي بعضه كتبت في تويتر انه هي ما يهمها احد وهي ناجحه ونيكي ميناج تغار عشانها ناجحه ونيكي ميناج بعده قالت انه انا ما يهمني نجاحها لانه نجاحها اصلا فيك وهي ما هي ام حسنه وبرضو في الخلافات اللي صارت بين جي كول وبيلي البام Yo, so there's people that's watching this right now that's probably like they probably won't believe it. وحاليا نتكلم عن اشهر بيف في الساحه الاجنبيه وكثير من الناس اللي قاعدين يتفرجوا هذه الحلقه تابعوا البيف او سمعوا عن البيف اللي هو بين ام جي كي وامينيم خلينا نتكلم اول شيء عن امينيم في 2017 امينيم في 2017 نزل البوم I've been a liar been a thief been a lover been a cheat all my sins need holy water feel it washing طبعا الالبوم الناس كانت متوقعه منه الكثير وشافت انه الالبوم فاشل والالبوم ما لقي نجاح وكثير من الناس صارت تنتقد انه امينيم خلاص انتهى امينيم انت صرت شيء من الماضي زيك زي الرابرز اللي انتهوا كنا متفائلين فيك اوكي خيبت امالنا وصار في بعض الرابرز صار يقول انه اوكي امينيم خلاص انتهى فاهم دحين هذا عصرنا فاهم العصر الجديد امينيم صار من العصر القديم فامينيم فاجئ الناس بالبوم جديد في 2018 بدون اي تسويق واي اعلان الكاميكازي وصار يضرب في خصومه وبعض الناس اللي ايش ما يعجبوه الشيء الغريب انه الناس المقصودين كانوا فرحانين انه امينيم ذكر اسمهم او ذكر صفاتهم او ذكر ستايلهم في الاغاني لكن ام جي كي كان له موقف مختلف اصلا في مشاكل كانت بين ام جي كي وبين امينيم من سنوات عديده خلينا نتكلم عنها بدات المشكله انه ام جي كي غلط على بنت امينيم ومنعوه من العرض في اذاعه شادي 45 اللي هي اصلا تعود لامينيم من هذا الحدث بدات المشكله بالشكل الصريح ام جي كي صار يتكلم عنه في المقابلات صار ينغز بعض التراكات بعض الفريستايلات وامينيم زيه زي اي اب ما يبى بنته تكون في مشاكل الاضواء لانه ام جي كي صار يذكر اسم بنته في اشياء مره كثير في 2018 تكنان نزل اغنيه مع ام جي كي نو ريزون What's wrong with your pop tart? I pop cherries and pop stars. Your popsicles is not hard. Popped in on the top charts, not the cop card. So remind y'all, you just rap, you not guard. وهنا بدأ البيف بشكل حقيقي والرجع من امينيم في اغنيه نوت لايك وقف البيت وسدد له بعض البنشات وفي بدايه سبتمبر ام جي كي نزل الديس اللي انت تعرفه اللي هو راب ديفل ونزل برضه فيديو كليب في قناه وورد ستار Don't have a heart attack now. Somebody help your man's up. Knees weak or old age. The real Slim Shady can't stand up. وانتشر العمر انتشار كبير وكثير من الناس صارت تضغط على امينيم انه رد على ام جي كي رد على ام جي كي ام جي كي هنا فرض عضلاته وقال انه خلاص امينيم انتهى وفي لاين برضه قاله في الديس انه اوكي نحن نعرف انه انت افضل رابر حي بس خلاص انتهى وقتك فاهم وبعده تقريبا في اسبوع ونص امينيم خرج في مقابله وكان قاعد يتكلم انه ممكن ما يرد وممكن يرد فاهم فاعطى الجمهور كده استفهامات
امينيم راح ترد ولا ما راح ترد تدينا الزبد. فبعد فتره من المقابله نزل ديس كيل شوت with your corny lines slim your old out kelly ooh but I'm 45 and I'm still out selling you by 29 I had 3 albums that it blew now let's talk about something I don't really do go. وهنا انتهى البيف وكل الناس قالت انه امينيم اللي فاز على ام جي كي. بعض الاشاعات تقول انه ام جي كي سجل ديس برضو على امينيم لكن ما نزله عشان هو نزل البوم مصغر وكان يبغى البوم ياخذ حقه لكن البوم برضو ما لقي نجاح كبير مع انه دخل بيف مع امينيم. يعني الناس اوكي سمعنا الديس حقك يا ام جي كي خلاص مع السلامه يعني لا تفل زيادة فاهم. بعيدا عن البيف الدسات دائما اللي تنزل على امينيم يذكروا بنته فامينيم يزعل فاهم. فامينيم يجي يرد مره ثانيه. فبنت امينيم حاليا في البيفات نقطه ضعف لامينيم لانه امينيم من زمان كان يتكلم عن بنته كثير في تراكات نزل تراكات كثير يتكلم فيها عن بنته فالناس صارت تعرف اشياء كثيره عن بنته وصارت تبنشه على بنته. يعني اشوف هذا الشيء سلبي يعني انه انت تدخل اهلك وعائلتك في الراب او في الميديا فاهم لانه في ناس راح يستغلوا هذا الشيء بطريقه سلبيه. وطبعا هذه اول حلقه نتكلم فيها عن الراب الاجنبي في البرنامج معليش على القصور حاسس انه كده شيء جديد علي الصراحه. وان شاء الله كل احد بننزل عن الراب الاجنبي ويوم الربع بنتكلم عن الهيب هوب العربي. واذا عجبتكم الحلقه او في بعض المعلومات غلط تقدروا تعدلوها برضه تحت الكومنتات. وزي ما قلنا انه الحلقه راح تنزل برضه في الفيسبوك نفس موعد اليوتيوب وتقدر تتابعيني في الانستغرام وتقدر تتابع حساب تويتر. Peace out.